السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ سنة أولى متوسط، معكم أستاذة ياسمين. وأبنائي وبناتي، لاحظتوا باللي دخلتوا في وحدة جديدة اللي هي المادة وتحولاتها بعد ما كملنا الظواهر الكهربائية. دونك يلا مع بعض، أول درس إن شاء الله راح نقراوه في هذه الوحدة الجديدة أبنائي هو الأحجام والسعات. دونك راح نلاحظوا باللي راح نحتاجوا لكثير من الرياضيات بالنسبة لهذه الوحدة. دونك يلا أبنائي، نبدأ معكم خطوة بخطوة إن شاء الله باش نوجدوا لاختبارات الفصل الأول. دونك يلا، أول درس راح نشوفوه لنهار اليوم هو قياس حجم جسم صلب ذو شكل كيفي. معنتها أبنائي وشنو معنتها هذه؟ راح نقيس حجم تاع وشنو؟ تاع جسم صلب. لازم يكون جسم صلب، ما قلت جسم غازي ما قلت سائل، حسنتم. ذو شكل كيفي معنتها اي شكل كان، ماشي شرط يكون عنده شكل هندسي مثل كروي او اسطواني الى غير ذلك، وانما شكل كيفي معناتها مهما كان شكله. حسنتم، يلا نشوفوا كيف اقيس حجم هذا الجسم مهما كان شكله. راح نشوفوا مقدمه صغيره جدا واش تقول. بفرض ان الجسم لا يمتزج مع الماء، معناتها ابنائي هذا الجسم الصلب تاعي لاني حابه نقيس الحجم تاعو لا يمتزج مع الماء، هذه جد جد مهمه ابنائي. لو كان مثلا الجسم الصلب تاعنا مثلا ناخذ اسبرين نعرفوا بلي تمتزج مع الماء، اذا مستحيل اني استطيع قياس حجمها. اذا وشنو هي الخطوه الاولى ولا الشرط الاول؟ انه الجسم تاعي لاني حابه نقيس الحجم تاعو لا يمتزج مع الماء، عمره لا يمتزج معه، احسنتم، هذه الشرط الاول. ولا يتفاعل معه، احسنتم، معناتها يتفاعل معه كما عطيت لكم تاع الاسبرين. وشنو معناتها؟ معناتها ما يتفاعلش مع الماء، ما يدوبش في الماء، احسنتم. ويغمر كليا فيه، وشنو معناتها يغمر كليا؟ ابنائي لازم كما احنا نقولوا يغرق، يروح للقاع، حسنتم. مثلا ما نقدرش ناخذ اسفنجه، نعرفوا بلي الاسفنجه ولا مثلا خشب ولا بلاستيك نعرفوا بلي يطفو، اذا لا استطيع قياس حجمه، حسنتم. يلا نعودوا مع بعض ابنائي كل تعفايس ولا الشروط اللي لازم يتحققوا في الجسم الصلب لاستطيع قياس حجمه. لا يمتزج مع الماء، حسنتم. مثلا نعطيكم مثال احسن اللي هو التراب. التراب لا استطيع قياس حجمه لانه كما احنا نقولوا يمتزج مع الماء، يولي موحل، اذا لا يمتزج مع الماء هي الشرط الاول. لا يتفاعل معه، معناتها ما يكونش بيناتهم تفاعل كيميائي، مثلا كما قلت لكم الاسبرين تتفاعل مع الماء، اذا لا استطيع قياس حجمها، احسنتم. والشرط الثالث يغمر كليا فيه، لازم يغمر كليا، لازم نشوفوا كما احنا نقولوا تشمخ كليا فيه، اي ذهب الى القاع، غاص في القاع. يعطيت لكم مثال تاع الخشب بلاستيك الى غير ذلك، لا استطيع قياس حجمها لانها لا تغمر كليا فيه، حسنتم. يلا نشوفوا بعد ما شفنا ثلاث شروط التوعي، نقيس حجم الماء في ا. مثلا ابنائي واش رسمت لكم لهنا؟ دائما ناخذ لكم عباره عن تجارب باش تفهموا. دونك واش تلاحظوا ابنائي؟ هاو البيشر تاعنا الاول، واش نقيسوا اول حجم ابنائي؟ في ا. وشو معناتها في ا؟ معناتها قبل ما نحط الجسم الصلب تاعنا، حسنتم. مثلا يلا نشوفوا في ا لهنا كي قسناها ابنائي شحال لقيناها؟ 15 مللتر. معناتها نقيس الكميه تاع الماء، عفوا الحجم تاع الماء تاعي قبل ان اضع فيه الجسم الصلب، حسنتم. يلا مع بعض قلنا نقيس حجم الماء في ا، معناتها قبل وضع الجسم الصلب، ثم نقرا الحجم الجديد في 2 بعد الغمر. وشنو هو في 2 ابنائي؟ اللي هي لهنا. في 2 وشنو معناتها؟ معناتها بعد ما وضعت الجسم تاعي الصلب اقيس الحجم الجديد اللي سميتو في 2، حسنتم. يلا نعاودوا مع بعض لهنا، اول شيء نقرا الحجم تاع الماء تاعي بدون الجسم الصلب، يلا شحال لقيناها لهنا؟ 15 مللتر. وبالنسبه للفي 2 معناتها بعد الغمر، وشنو معناتها بعد الغمر؟ معناتها بعد ما وضعت الجسم الصلب. يلا نشوفوا في 2 لهنا شحال لقيناها ابنائي؟ احسنتم، لقيناها 30 مللتر. يلا نشوفوا الاسئله كيفاش تجي عباره عن وشنو ابنائي؟ يقولنا احسب حجم
الجسم المغمور ولا الموضوع في الماء. حسنتم أبنائي، جد سهلة وبسيطة وما تتطلب منكم حتى مجهود. إذا كيف أقيس حجم مثلا؟ لهنا أنا استخدمت صخرة، هاي مثلا نقولوا ما هو حجم الصخرة هذه اللي حطيتها، حبيت نحسب الحجم تاعها. ما علي يا أبنائي إلا أن أطبق قانون بسيط جدا اللي يقول في، معناتها هذه في أبنائي تاع مثلا سوليد، معناتها تاع الصخرة تاعنا، حسنتم، تساوي V2 ناقص V1، معناتها الحجم الكبير ولا الحجم الثاني ناقص الحجم الأول. شكون هو الحجم الثاني أبنائي؟ حسنتم، الحجم الثاني هو بعد الغمر، معناتها بعد موضع الصخرة تاعي اللي هو 30، حسنتم، ناقص V1 معناتها ناقص الحجم تاعنا الأول قبل ما نضع أي شيء في الماء تاعي. وشنو؟ تطبيق عددي بسيط جدا أبنائي اللي هو V2 يساوي 30 مليلتر، حسنتم، ناقص في شحال لقيناها 15 مللتر، نديرو 30 ابنائي ناقص 15 شحال راح تعطيني؟ راح تعطيني 15 مللتر. دونك حسبنا بهذه الكيفيه البسيطه جدا، فقط درنا الفرق ما بين الحجم الجديد ناقص الحجم القديم، وبهذا استطعنا ان نخرج ولا نستخرج الحجم تاع الجسم الصلب تاعي. اذا لهنا الحجم تاعي لقيتو 15، معناتها الحجم تاع الصخره تاعنا لقيناه 15. متفاهمين ابنائي؟ قلنا جد بسيطه هذه التجربه. اذا راكم تلاحظوا بلي ابنائي ما استعملت حتى كيما حنا نقولوا عفسه صعبه. اذا لقياسي حجم جسم صلب ذو شكل كيفي، معناتها الصخره تاعي الشكل تاعها كيفي ماشي هندسي، ماذا استعملنا؟ استعملنا الفرق، الفرق تاع شنو ابنائي؟ الحجم الجديد ناقص الحجم القديم. لاحظتوا جد سهله وبسيطه، ما تطلبش منكم الا عمليه الناقص. متفاهمين ابنائي؟ دونك فقط واش لازم كيما حنا نقولوا تخلوا في بالكم هذا الثلاث شروط. وشنو هما؟ انه الحجم تاعي مثلا هاي الصخره اسكو امتزجت الصخره مع الماء؟ لا، لم تمزج. واسكو تفاعلت معه؟ معناتها كيما حنا نقولوا دابت فيه؟ لا، لم تتفاعل معه. ويغمر كليا فيه ابنائي؟ اذا انا الصخره تاعي غمرت كليا في الماء، معناتها راحت للقاع وان ولم تطفو. حسنتم، هادو ثلاث شروط اللي لازم يتوفر عليهم الجسم الصلب باش نقدر نقيس الحجم تاعو. لاحظتوا ابنائي الدرس جد سهل وبسيط. كيما نقول لكم كالعاده ابنائي التركيز ثم التركيز، هذا هو السر تاع النجاح تاعكم، وان شاء الله راح ندير لكم كل يوم بقيه الدروس في هذه الوحده الجديده. دونك ان شاء الله فهمتوا الدرس تاع نهار اليوم باش نقدروا نروحوا الى كيف نقيس السعات والاحجام، النموذج الحبيبي للاجسام تاعي الى غير ذلك. دونك كيما نقول لكم كالعاده ابنائي التركيز، وربي ينجحكم ان شاء الله.